العناية بالعبادة دون المعاملة، وهذا أمر لا يجوز التسامح فيها. وتعرفوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم علم معاذ بن جبل أمور الدين من الواجبات، ذكر له الصلاة، قال هي عمود الإسلام، وبين كذلك ضربة سلامه الجهاد في سبيل الله، بين له الحج، بين له الصيام، ثم ذكر له النوافل قيام الليل وكذلك الصيام جنة، وبين له ما ينبغي أن يتقرب به إلى الله. كي كمل النبي عليه الصلاة والسلام البنيان هذا كامل تاع العبادة الراتبة والنافلة، هذه كاملة مع الفريضة، يعني كل العبادة اللي احنا نحوس عليها، كما يقول الوجه الكامل للعبادة هو أنك أنت إنسان تؤدي الفرائض وتقول أنا نصوم ونصلي وحجيت بيت ربي ودرت لي عليا والحمد لله، وراني نزيد زيادة، راني نصلي الرواتب والنوافل ونقوم الليل ونصوم اثنين الخميس وستة من شوال، وراني نزيد العمرة زايدة وحجة زايدة، وراني زدت وكملتها والحمد لله. شفت هذا الكمال هذا كامل، لو كان تحبس هنا راح تولي فيه مشكل. وشنو هو المشكل تاعك؟ أنك لما تكون ماشي في هذه الطريقة ولسانك ماشي في عيوب الناس، وأخلاقك لا عبرة لها في الدين، ما عندهاش قيمة دينية أصلا. يعني كاين ناس هكذا، كاين ناس يشوفوا حكم من روحهم من هذه الأمور، أما كي تشوفوا إنسان كيفاش يتعامل مع أهله، مع زوجته، مع أولاده، مع جيرانه، أخلاقه في الشارع، كيف يبيع، كيف يشري، وش يحلل، وش يحرم، إنسان آخر، وكأنه ماشي هذاك هو عبد لله، إنما هو عبد لله فقط في المسجد فقط. وهذه مشكلة التدين عندنا احنا في زماننا هذا، هذا هو التدين المشكل. المشكل ماهوش في العبادة، مانيش نقول الناس حبسوا الصلاة ما زالوش تصلوا ما زالوش، المشكل ماهوش تما، المشكل أننا لا نحافظ. الرسول صلى الله عليه وسلم كي بنى له البنيان هذا كامل وقالوا ذروة سلامه جاء في سبيل الله وعمودها الصلاة وكذا، مع الآخر قالوا هل أدلك على ملاك ذلك كله؟ قالوا تحب تحكم هذوما كامل وتشدهم باش ما يروحولكش، قالوا كف عنك أو أمسك عليك هذا اللي هو اللسان. يعني حبيبي النبي عليه الصلاة والسلام أي كاين واحد لافويت تقدر تديلك كلش يروح. وحنا عندنا حديث المفلس، شت حديث المفلس كل الناس يعرفوها، ولكن الحاجة المهمة كاع في حديث المفلس الناس ما ينتبهولهاش، أن المفلس هذا اللي قال عليه النبي عليه الصلاة والسلام، قال المفلس يوم القيامة من يأتي بالصلاة والصيام والصدقة ثم يجوا الناس ويأخذوا. المهم شوف إيش الكلمة هذه هي المهمة، أن المفلس هو عبارة عن إنسان عابد كان يصلي ويصوم ويتصدق، يعني يأتي بصيام والصلاة وصدق. وين يروح بعدها؟ جهنم، كما حكينا النبي عليه الصلاة والسلام، يديو الناس حسنات تاعو وبعد يقول يديه هو السيئات كما يكفي واش، لأنه هدر كان يهدر. كان هذا الإنسان المفلس هذا كيكون يهدروا معه الناس يقولوا اتق الله، يقول لهم هدر باطل، يقول هو يخلص أو يخلص بالغلا، وهو يقول لك هدر باطل، أنا بالصارين أنا نهدر برك، وهو راه يطيح في قدر الناس، راه يجرح في ناس، راه يهتك في ستر الناس، راه يخرج في أسرار الناس. هذا الإنسان هذا هو عبارة عن عابد، يعني تصور هذا الإنسان. قال عليه النبي عليه الصلاة والسلام يأتي بالصلاة والصيام وصدقة، وهذا الصلاة والصيام والصدقة مادام جابهم لربي يوم القيامة، معناتها قبلهم ولا ما قبلهمش؟ تقبلهم، معناتها السيد هذا راح يدولو قلب الحبة. تسمى هذا الإنسان عنده متعب وعنده مريح، كيما رانا مريحين هنا في المسجد، وعنده مفتاح المصحف، وعنده مبكى، وعنده صلاة التراويح، وعنده مصل صام، وكيخلص رمضان صام ستة من شوال وصام اثنين وخميس، سمع عنده ما عبد ربي. هذا الإنسان يأتي بالصلاة والصيام والصدقة، معناتها ربي يقبلهم له، مش معناتها كان مخلص حتى في العبادة، كان مخلص يعني، وكان ماشي على الطريق المستقيم. ومع الآخر نسأل الله السلامة والعافية، تصور قال ثم يؤمر به إلى النار. يعني هذه كون ديروا لها عنوان، وش هي؟ عابد في النار، إنسان يعبد في ربي في جهنم. وش هو الخطأ تاع المخلص؟ أخلاق، تربية، معاملة، وهذا الشيء اللي خصنا حنا، هذا هو الشيء اللي خصنا بدرجة مستعجلة، لأننا رانا هكذا بهذه الطريقة، شو رانا شو سفهاء، نجيبوا حسناتنا ونمدوها للناس.
هذه المشكله تاعنا، ان الان دوك حنا لازمنا نخدموا على شيء مهم جدا وهو تحسين الاخلاق، الجانب الاخلاقي. ربي سبحانه وتعالى قال لنا قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. تصور انت قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. عندنا اربع حوايج، جهه عباده وجهه معامله. قل ان صلاتي ونسكي هذه عباده تاعي يوميه، نوض ونرقد ونتعامل وناكل ونشرب اشياء تاعي تاع الحياه تاعي كامل، هذوما كامل لله رب العالمين. 50% 50% كامل لله. احنا واش دينا حالنا دركا كيفاش رانا؟ قل ان صلاتي ونسكي لله، ومن بعد محياي ومماتي تهضر معاه قلت انا داير هكذا، تقول له بصح لازم تبدل، يعني تسمع اخلاق يقول لك انا هكذا كي نعرف انا هكذا انا داير هكذا. بصح في المسجد واش كاين؟ كاين الله اكبر، بصح برا ما يوليش الله اكبر، تولي الهوى نتاعنا هو اكبر، كي نتنرفا هو الغضب هو اكبر، كي تولينا في الاعراف والتقاليد يقول لك احنا العاده تاعنا دايره هنا. بصح ربي لا، انا يقول لك احنا العاده تاعنا دايره هنا. شفت التناقض اللي عايشينه؟ هذه الظاهره هذه الموجوده فينا هي اللي خلتنا دروك حنايا بيت ربي يسرقوا، في بيت ربي يصلي معاك ويكذب، في بيت ربي يديروا كذا. تسمى من بيت ربي انطلق ماذا؟ التناقض. كاين تناقض كبير ما بين التدين تاعنا وما بين المعامله تاعنا. اقول لكم على، لان حنايا الان اول حاجه فهمنا للتدين خطا، مانيش فاهمين التدين واش معناتها. ما على بالناش بلي التدين هو عباره عن شيء ينطلق من عبوديه الله فيمشي بعد ذلك في معامله الناس والمخلوقات. احنا ربي سبحانه وتعالى اعطانا الادب حتى كيف نتعامل مع الحيوانات البهائم، وعندك قانون تتعامل معها. اذا ربي عز وجل لما امراه غلطت مع قطه دخلها النار. اذا تسمى عندك معامله لازم تتعامل معها بدقه. وشوف الناس شحال الناس يعرفوا هذه المعامله، يقول لك امراه دخلت النار في قطه، كامل يعرفوها كامل يعرفوها. وهذاك الانسان يقول هذا الكلام هو في ذاته راهو شحال من انسان، ماشي قطه، شحال من انسان وضاره، شحال من انسان ماكل له دراهمه، شحال من انسان كذا. يقول لك امراه دخلت النار في قطه، وهو هذاك الانسان ماكل اموال الناس، يهتك اعراض الناس، يخرج اسرار الناس، يجرح الناس بلسانه. تسمى هذاك الانسان ما على بالوش بلي المساله ماشي مساله قطه غرقت عليها وماتت لداخل، مساله الاذيه. كونك انت انسان تؤذي الناس، تؤذيهم، تقدر هذيك الاذيه ماشي غلقت عليه يموت كيما القطه، تقدر نتايا انسان اللي طيحت له قدره وحرمته من كل اشياء. شحال من انسان يظلم في الناس، شت الظلم هذاك. المصيبه فينا اننا واش نظنوا؟ احيانا المفهوم تاعنا اننا العباده راهي موجوده في المسجد. هنا يقول لك انسان مصلي حكم صلاته حكم ولسانه، انسان حاكمه كي حكم صلاته. هل هذاك الانسان متربي؟ هذا الانسان ماهوش يأذي؟ كيفاش مع زوجته وكيفاش مع اولاده وكيفاش؟ كاين ناس يصلوا بالله في بيت الله، كي يدخل داره يكفر بالله، يكفر كي يزعفوه يكفر بالله. لادنى الاشياء يطيح قدر زوجته، لادنى الاشياء يقول اي كلام. الان سما انسان مثل هذا اكيد انه التدين تاعو فيه خلل، كاين مشكل في التدين، كاين مشكل، وهو اننا ما فهمناش وشن هو التدين. ما على بالناش بلي التدين اوسع من المسجد، التدين الحدود تاعو ماهوش هنا في بيت الله، التدين يمشي في حياتك كامل. تولي انت قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، يعني كيما تشوفني في بيت الله كيما تشوفني وين؟ في داري، كيما تشوفني في السوق، تجي عندي للسوق تلقاني كيما بيت الله، نفس الشيء نفس انا هو اللي صليت معك. ماشي كي تجي تشوفني في السوق تلقاني واحد اخر، ولا تلقاني في الوظيفه نتبدل انسان واحد اخر، تقول انت تصلي معنا في الجامعه. ماشي هكذايا، ماشي هكذايا، ماشي هذي المعامله. تخيل هذا التصور تاعنا خلانا نمشوا في طريق شحال من انسان راه يعبد في ربي يشغل يكلخ روحه، يقول لك انا الحمد لله انسان مصلي حجيت كذا. ايه نعم، بالك شكاره يمتقوبه، بالك يمتقوبه شكاره، بالك انت واش راك تمد من الخيرات كامل مديته للناس، داوهم الناس راحوا. لذلك انا الحديث هذا تاع معاد نشبهه بحاجه، وشنو هي؟ انه الانسان اذا عمل العمل، اذا عمل العمل لازم يديروا يشبهوا العباده تاعنا، نشبهها ببضاعه
نضعها فوق الشاحنة. شو الحجارة نشارجيو فيها فوق الشاحنة. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قالوا مع الأخر هل أدلك على ملاك ذلك كله؟ يعني كيفاش تربط الأخلاق هي الربط، كيفاش تربط لسانك، كيفاش تربط السلعة. تصور إنسان يعمر سلعة ما شاء الله فوق الكاميو ما يربطهاش ويمشي في الطرد طيح تروح سلعة عند الناس. هكذاك حنا صرنا رانا نعمروا في السلعة، نعبدوا في ربي، نقعدوا للشروق، نربطوا بالمغرب العيشة، نذكروا الله، نقوموا الليل ما شاء الله. بصح شوف هذه كامل أنا نعمروا فيها فوق الكاميو، ومن بعد كي نمشي يروح كلش، كي نلحقوا نلحقوا ما كاين والو، كي يلحق الإنسان مفلس يوم القيامة، نسأل الله السلامة والعافية. شكون اللي يسلك؟ اللي يربط. لازم نربط. أنا اليوم صليت 5 صلوات، قمت الليل مع الإمام، قريت القرآن، تصدقت، صمت، شوف أعمالها، هذه الأعمال هذيا. دوك أنا واش ندير؟ لازم نربط، الربط يبدا من لسان. لسان هو الصح. الآن حتى لماذا؟ لأنه لماذا لسان هو الصح؟ علاش ما قلناش القلب؟ لأن القلب فيه خواطر، القلب يجيك يجيك الحسد، يجيك يجيك المرض. بصح نتايا شدو، ما تتكلمش، حسدت فلان، ما كنا نتكلم عليه. أنا حاسدو، خلي بالعقل ربي يداوي قلبي. ربي يداوي لي قلبي، بصح لو كان نطلق لسان راح يولي الإنسان وشنو؟ راح يولي يزيد يغذي الحسد باللسان. ولذلك جل الغيبة والنميمة كذا كلها من الحسد. كلها، احنا فينا الحسد؟ فينا، موجود. قال ابن تيمية رحمه الله لا يخلو جسد من حسد، فأما الكريم فيخفيه وأما اللئيم فيبديه. احنا كامل عندنا الحسد. دوك انت وكان يقدرك ربي يعطيك ربي نعمة كيما رانا كامل يجينا الحسد في نفوسنا، نتمناو ربي يعطينا كيما انت. بصح شوف كل واحد فينا كيفاش حيتعامل معاك. كاين اللي يقول اللهم بارك، نسأل الله يبارك له، يروح للحسد يطفى بدعوة في ظهره يطفى. وكاين يقول اللهم اني اسالك من فضلك ربي يعطيني كما هو يطفى. لماذا؟ لانه يعرف انه باب الله واسع، يقدر ربي يعطيه هو ثاني. وكاين اللي يبدا يقول لك فلان هذاك فيه كذا وكيفاش جابها وكيفاش عمل، لانه يبدا يترجم في الحسد. هذاك اللئيم يترجم الحسد نتاعو بلسانه. شوف الان تبدا تخرج الاخلاق السيئه، هذه هي الاخلاق التي تقضي على ماذا؟ تقضي على الحسنات، تقضي على الاعمال الصالحه. ويولي الإنسان يوم القيامة يجد مع الأعمال يقول لك أنا الحمد لله عندي 50 سنة في الصلاة في الجامعة، كبرت في الجامعة 50 سنة وأني ضارب واحد 13 حجة وشحال من عمرها وداير 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 والطواف وكذا وكثرت الطواف كثرت الصلاة في الحرم ودرت خير كبير ما شاء الله. عندك قبلها ولك الله روحوا شوفوا من بعدها يوم القيامة أصبر دقيقة هذاك لعبك ملي أنت سبيت وشحال يدي حسنات يدي وفلان غتبته شحال من مره غتبته هذاك اللي غتبتهم كامل في الدنيا شحال من واحد كامل يدو تخيل شحال من انسان غتبناه شحال من انسان كاع يدو الحسنات ومن بعد النميمه واللي سبيته وسفك هذا سفك دم هذا وضرب هذا وشتم هذا واكل مال هذا خلي لك مالهم اللي ظلمتهم كامل يديو. ويا هل ترى راح يكفينا باش نخلصوا ولا لا باش نسلكوا؟ تصور هذا كامل يكون موقف الانسان يوم القيامه أنه راح يتحاسب مع الناس. وقلنا منين يجينا هذا الأمر هذا؟ أننا نغفلوا على جانب المعاملة ونعظموا جانب العبادة، وتعظيمنا لجانب العبادة شيء طيب، ولكن أن يكون هذا بإهمال جانب المعاملة يكون مشكلة. هذا الفهم السيء للدين. علاش؟ نقول لكم علاه. لأنه مع مرور الزمن كم من المدرسين والشراح والذين يتكلمون عن العبادة ما يمدوش مفهوم دقيق مليح العبادة. كيبدا يشرح الناس وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون أقسم بالله غير جل الناس يفهموها العبادة هي الصلاة. يقولك العبادة هي الصلاة، تعبد ربي، الصلاة، الصيام، هادو هما الأركان الخمسة وخلاص، شعائر كما يقولوا. واش يقولوا العلماء؟ يقولك من الأخطاء في فهم العبادة أن تفهم العبادة كشعائر. مشكل أن تفهم أن العبادة شعائر. عبك سر العبادة وش هي؟ هي علاقة القلب بالرب، علاقة قلبك أنت بالله. من تنطلق في التوحيد؟ لأنه وما إلا ليعبدون إلا ليعرفون إلا ليوحدون، هذا هو الأصل. قال النبي صلى الله عليه وسلم فإنهم عرفوا الله. في الأصل في العبادة تنطلق من معرفة الله ماشي من الصلاة. احنا المفهوم تاعنا شنو هي؟ إلا ليعبدون
أي بمعنى تريح وتعبد غير ربي وتغلق على روحك وتجي في ذهننا ماذا؟ الرهبانية الباباسية. تجي في ذهننا أنه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، معناتها أنت إنسان ستنقطع للعبادة كما انقطعت مريم عليه السلام للعبادة. ويولي التبتل هذا هو عنوان العبادة عندنا في عينينا، بمعنى إنسان قاعد في المسجد ويصلي ويعبد في ربي يعتبر إنسان أدى العبادة بغض النظر عن أخلاقه وتربيته، ما يهمناش فيها، المهم إنسان عابد. هذه هو الغلطة تاعنا، أننا فهمنا العبادة أنها هي عبارة عن شيء شعارات فقط أو شعائر، وهذا خطأ. العبادة هي عبارة عن شعائر تمتد إلى الحياة اليومية. لذلك ربي قالنا، قال وأقيم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. حب يقول لك ربي بلي الصلاة نتاعك أني حبك تمشي معك في حياتك، تخرج معك برا، تسمى أنت تكون تمشي وتشوف امرأة متبرجة صلاتك اللي كنت تصليها تخليك تستحي باش تشوف، يعني تقولي تقول أنا الذكر اللي كنت نقوله درك في الصلاة غير الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. إذا الله أكبر، شكون الأكبر، شهوتي ولا الله؟ الله. يكون في الصلاة نقول الله أكبر، دوك ما يشوفش معناها، ما يشوفش. الرشوة، ريبة، الحرام، الكذب، الغيبة، النميمة، كل هذا يا الله أكبر، هذا كامل الله أكبر. تخرج معايا صلاتي، لأني أنا إنسان كنت ناجي في الله في الصلاة. تخرج معايا صلاتي برا تعلم معايا، أنا مصلي مصلي برا تاني. ولذلك الآن المفهوم هذا لازم يكون عندنا واسع، أن مفهوم العبادة أن يكون العبادة بمعنى أن يكون الإنسان لله في كل شؤونه. هذا هو التوحيد الحقيقي. التوحيد الحقيقي ليس فقط أني ما نعبدش سيدي عبد القادر وما نطوفش بهذاك الشرك، نجتنب الشرك، بصح نحقق التوحيد تاني، اجتناب الشرك لازم نحقق التوحيد، يعني كاين لا إله وكاين إلا الله تاني، يعني هذيك إلا الله هذيك لازم نطبقوها تاني. هل أنت الآن توحد الله مليح؟ معليش ما عبدناش القبة الفلانية وما رحناش طفنا بالقبر الفلاني، اجتنبنا الشرك، ولكن تحقيق التوحيد لازم يكون تاني. وتحقيق التوحيد شنو هو؟ أنك أنت تعيش لله، هذه العبودية الحقيقية، أنك تعيش لله وتولي من ضمن العيش لله أنك تصلي، ماشي غير نصلي برك ولا نعبد ربي شعارات. من بين العبودية والتوحيد أنني نؤدي هذه الشعارات التي تعظم شعائر الله اللي هي من تقوى القلوب. إذا الآن أنا عندي علاقة مع الله، هذه العلاقة تتوسع تولي أنا إنسان نتعامل مع الناس بحكم توحيد الله تبارك وتعالى. وهنا نروح للنقطة الأخرى التي تجعلنا نحسن أخلاقنا. كيف نحسن أخلاقنا؟ كيف نحسن معاملتنا تربيتنا؟ كيقولوا الأخلاق تدخل فيها البيوع، كيقولوا المعاملات تدخل فيها البيوع والأخلاق كامل كما راهي، إحنا كلها معاملات. الآن كيف نحسنها؟ أولا صحيح النظر، لازم نفهم بأن أخلاقنا من ديننا، المعاملة ماهيش ترجع لطبعك أنت. ومن هنا نمشي إلى طريق الاستقامة ونفهم واش معنى الاستقامة. النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل أو سئلت عائشة عن خلق الرسول عليه الصلاة والسلام قالت كان خلقه ماذا؟ القرآن. يعني بمعنى الأخلاق ماشي مسألة إنسانية ولا نجيبوها من كشف الفلسفة ولا نشوفوا الحضارات كيفاش دارت نجيبوا الأخلاق، لأنه دوك الآن الأخلاق عند كثير من الناس الغرب اليوم يظن أن الحرية المطلقة البهيمية تعتبر من الأخلاق، وإحنا عندنا هذا إنسان يركب على أمه يظن أن ذلك حرية. إحنا ما عندناش هذه، مش حرية، هذه عبارة عن بهيمية، وهي عبارة عن اعتداء على الغير. فالآن إحنا الأخلاق متاعنا تنضبط بماذا؟ لا ليس بعرف كذلك، مجيش تقول لي أنا يسمع العادة تاعنا إحنا هذا، نقول لك لا، العادة لازم نعرضها على الدين. ما فيه شيء طيب الله يبارك، ما كاين حاجة تخالف الدين ماهيش مقبولة نهائيا. إذن واش عندنا؟ الأخلاق تاعنا ندوها من ديننا، ما نقدرش نقول لك أنا داير هكا، حنا تربينا هكا، حنا لا فامي تاعنا دايرين هكا. تسمى كل واحد يولي عنده أخلاق، أخلاق عندها معالم كبيرة يجمعها دين الله سبحانه وتعالى، وتنبني على مقاصد لا ضرر ولا ضرار، تحريم أكل مال الغير، لا يحل لنا أن نأخذ مال مؤمن إلا بطيب نفس أو رضا نفس، أو لا يجوز للإنسان أن يأكل مال أخيه
ان يسفك دمه، ان يهتك عرضه. سما شوف كاين تحديات يتحداها الانسان لله تبارك وتعالى عن طريق الاعراف، وعن طريق ماذا؟ عن طريق العادات والحضارات، ويتعدى ويتحدى ربي سبحانه وتعالى، يقول لك هذه اخلاق ما كانش. احنا عندنا حدود في ديننا ما نجاوزوهاش، حتى احيانا حاجه ترضى بها انت ونرضى بها انا، بصح ربي ما يقبلها لناش، ما يقبلها لناش، يقول لنا ما هذه معامله لا ماشي مليحه. لو كان انا وياك نقمروا دركا، نديروا نتقابروا انا وانت، وانت تجيب دراهم انا نجيب دراهم ونلعبوا، انت راضي وانا اللي راضي. الان لو كان ندي لك دراهمك بطيب نفس ولا ماشي طيب نفس؟ طيب نفس. بصح هل كاين اذن من الله؟ ما كاينش اذن، اذا تولي المعامله حرام. تسمى ما كاينش الرضا برك، كاين الرضا وكاين حاجه معاها اذن الله سبحانه وتعالى، ربي اذننا. اذا شوف المعاملات تنطلق من الدين، عندنا الدستور في القران الكريم يبين لنا كيف نتعامل مع جميع الناس. والحمد لله كنت تقراوا القران مليح تلقاو بان كلام الله بما في ذلك حديث الرسول عليه الصلاه والسلام ينطلق مع الانسان من فراش الزوجيه الى العلاقات الدوليه، كل شيء يتكلم على كل شيء، مع والديك، مع الجيران، مع الناس، في المعاملات، في الدراهم، في الديون، في كلش، في كلش، في الميراث، في الزواج، في الطلاق، في كلش. يعني واش نسميوها احنا؟ مرافقه قرانيه في كل الاحوال. انا نتعجب في حاجه، شتو كي تقراو ايات الطلاق في سوره البقره، ولا تقراو عليها في سوره الطلاق او التحريم او غير ذلك. الان كي تقراو الكلام تاع ربي وهو يتكلم عن الطلاق، خاصه سوره البقره، شوف هذيك فسرحوهن بمعروف او امسكوهن بمعروف، امسكوهن بمعروف او سرحوهن بمعروف، ولا تنسوا الفضل بينكم ومن يتق الله يجعل له مخرجا، هذه كلها في الطلاق. الايات القرانيه مشحونه مشحونه بالنصوص التي ترافق الانسان وهو يطلق، قبل ما يطلق، كي يكون حيطلق، بعد ما يطلق، وربي يتكلم معاه. شغل واحد كما نقولوا حنا سوتيان مورال، شغل اعطى له ربي دعم، دعم نفساني من قبل ما يبدا يخمم في الطلاق حتى يكمل هو معاه. فان كرهتموهن فعسى ان تكرهوا شيئا وهو ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وقال الله عز وجل لا تنسوا الفضل بينكم وعاشروهن بالمعروف. بعد كي بدا يزعف قال فعظوهن، زاد زعف فهجروهن في المضاجع، زاد زعف شويه فاضربوهن، اتخلطت راحت لدارهم فبعثوا حكما من اهلها حكم من اهلها، راح يطلق ربي عز وجل قال من يتق الله يجعل له مخرجا، اي في طلاقه. وبدات بالعقل، امسكوهن بالمعروف وسرحوهن بالمعروف ولا جناح عليهما ان يتراجعا. شوف ان ظن ان يقيم حدود الله، شو كامل هذه مسعفه كما نقولوا احنا، مرافقه تاع كلام الله عز وجل. الناس راح يطلقوا في مشكل كبير، اللي هو مشكل العمر تاع الانسان، الانسان راح يطلق، معناتها شكون عنده مشكل كبير، داره كان راح تروح تتبدل حياته، ولاده كذا. تما في ذيك اللحظه ربي عطى له واحد الدعم نفسي عجيب، وعطى له عقل، ها واش دير، ها تروح خطوه بخطوه، امشي بالعقل، بالك دير هذه، كلش كلش، باش ما يغلطش. هذا النوع هذا، هذه المرافقه القرانيه راهي موجوده في حياتك كامل، كي تجي تسلف دراهم، ايه تبدين ذلك، اعظم ايه، اكبر ايه، اطول ايه. في كلش، ربي معك. شوف الان كي يحضروا الدراهم تفصيل يجي تاع القران وما كاينش تخلط، لانه ربي يعلم ان الدراهم كارثه. جا الميراث تفصيل، اجبد السنه، اجبد كلش، القران يفصل، يفصل لك تفصيل في الميراث عجيب جدا. اذا شوف هذه كلها لماذا؟ حب يقول لنا ربي في حياتك اليوميه دراهمك وزوجتك ولادك كذا تمشي كما حبيت انا. لذلك يقول النبي عليه الصلاه والسلام فاستقم، ربي يقول للرسول عليه الصلاه والسلام، خطاب للنبي عليه الصلاه والسلام ومن معه من المسلمين وحنا معهم، فاستقم كما امرت ومن تاب معك. يعني استقم كما يحب ربي مش كما تحب انت، يعني ماشي كما يحبوا حنا. وهذه الخطا الموجود فينا في معاملتنا، وهي اننا نتصور المعامله كما نحبوا حنا، كما نحبوا حنا. كاين ناس يقول لك انا كي نزعف ربي ما نعرفوش، يصلي يصلي شحال من انسان. وكاين الناس يقول هذا الكلام بصح ماشي بالطريقه هذه، تقول له من اهل المسجد ما شاء الله انت معانا كذا، متضاربين زوج شركه، تحكموا عند الامام باين انا ما تحكمش. نفس الشيء هذا، نفس الشيء انا ما تحكمش، يقول لك انا على بالي ما كان، انا اللي عارف
على بالي واش كاين. والدين تاعك هو اللي يحكم عليك، يحكم عليك دينك هو يحكم عليك. اذا شوف علاش ساءت المعامله، لاننا نعرف وقتاش ندينو وقتاش ما ندينوش. شحال نلعبوا نلعبوا رانا نتمسخروا، هذاك الدين المخلوش. لذلك اليوم كل الناس يقول لك شو يصلوا يديروا كذا، يعملوا يديروا كذا. كاين اللي يقولها عن باطل، كاين اللي يقولها لانه هو ما يحبش التدين، كاين اللي يقولها يقول لك شو زعما يحجوا زعما كذا، لانه هو ما يحبش الحج وما يحبش العمره وما يحبش الصف الاول وما يحبش الجامعه اصلا، لانه ما يحبش التدين، يحب يمد يسوغ لنفسه المعصيه. هذا ما كان. خلينا من هذوك، احنا نتكلموا روحنا، احنا اننا نكذب على انفسنا، لانه ربي ما يقبلش القوالب، ربي ما يقبلش الشكليات، ما يحبش الشكليات. قال لنا ربي لن ينال الله لحومها ولا دماغها ولكن يناله تقوى منكم. ربي يقول لك اعطيني قلبك الداخل واش كاين، عندك الشكليات، شكليات قد لا تهم. ولذلك مهمه، احنا انا نعبدوا ربي ماشي نقولوا معناتها ما نذبحوش ما نصلوش ما. لا، وانما مشكل كبير اننا نقدم عباده جوفاء، كما قال النبي عليه الصلاه والسلام رب صائم ليس له من صيامه الا الجوع والعطش، ورب قائم ليس له من قيامه الا التعب والنصب. الان السهر والنصب. الان شوف تخيل نتايا، واش يقول لك الدين؟ يقول لك لا لا ما ديرش برك لي جاست، انا حابينك تمد لي جاست مع ماذا؟ مع القوه تاع القلب، مع قوه الايمان. منا نبداو ننطلقوا، نصحوا هذيك العباده، تتنظف الصلاه، وبعد تخرج معنا الصلاه برا، تولي عندنا الصلاه مليحه، عباده نظيفه. كي نوليو نمدوا عباده معمره بالايمان لله سبحانه وتعالى، ونفهموا معنى العباده ماهيش طقوس وحركات فقط، وانما هي عباره عن اقبال على الله بالقلب قبل ما نقدم عليه بقوالبنا، ومن بعد تولي العباده تاثر فينا. لذلك النبي عليه الصلاه والسلام لما جاوا ليه قالوا له يا رسول الله ان فلانا يبيت يصلي ويصبح يسرق، يصبح يسرق ويبات يصلي. تسمى تخيل انت ما تقدرش تجوز لك، ما تقدرش تبرحها، تسمى تبات تقوم في الليل وصبح تسرق، يبات يقوم الليل وصبح يسرق، ما جاتش كاع. قالوا له يا رسول الله كاين فلان عنده تناقض، واش قالهم النبي عليه الصلاه والسلام؟ ارشدهم الى الحل اللي راني نقول لك عليه دركا، وهو تحسين العباده. قالهم ستنهاه صلاته، ما قالهمش قولوا له يحبس الصلاه، قولوا يحبس قيام الليل، يقولوا قولوا له نحي اللحيه هذيك، ما قالهمش هذا، خلي الخير اللي راه فيك وسد بروحك، ما نقولكش حبس. دوك واحد تخيل واحد معاه يصلي هنا في الجامع، في الليل كيكمل العشاء بعد العشاء يروح يسكر ولا يعمر راسه، واش نجيو ليه حنا نقول له اسمع الصلاه مازالش تجي؟ نقول له لا، انا نقول له اسمع شوف حافظ مليح على صلاتك، لان صلاتك هي اللي تحبس لك هادشي هذا. لان هذا الانسان عنده حل داره النبي عليه الصلاه والسلام، ماشي انا ولا انت، وهو أن العباده كي تبقى موجوده في الانسان ويحسنها وتاثر فيه، يجي نهار يعني من الايام يطلق هذيك المعصيه تاثر فيه. الشيء الثاني الذي او الثالث الذي يحسن من اخلاقنا هو معرفه قيمه الاخلاق. هل الاخلاق عندها قيمه عند ربي عز وجل؟ ولا الصلاه هي الصح؟ ولا العباده هي الصح؟ شوف الان النبي عليه الصلاه والسلام لما جاءت فضائل الاعمال، فضائل الاعمال وش هي فضائل الاعمال؟ معناتها الاعمال اللي كنديروها ربي يعطينا عليها اجر. لما جاءت فضائل الاعمال فرزوها العلماء، لقوا احاديث منا واحاديث تتكلم على العبادات، فضل الصلاه اول وقتها، فضل الحج، فضل العمره، فضل اشياء كثيره، فضل قيام الليل، هذو هما فضائل. وكنروحوا منا نلقاو فضائل تاع ماذا؟ تاع الاخلاق، في الاخلاق. ومليح تسمع مليح هذه، عندنا هنايا في المعاملات بر الوالدين، احسان الى الناس، اغاثه الناس، نفع الناس، هذو ما كامل تحسين الاخلاق، الحياه كذا. شوف كي تقرا هذو تاع العبادات تلقى بلي كي دير حاجه يعطيك، يعطيك ربي. تحافظ على 12 ركعه في اليوم والليله يبني لك قصرا في الجنه، رواتب شت عظيمه عظيمه. بصح لو كان نروحوا للعباده المعاملات واش نلقاو؟ نلقاو حاجه اكثر، افضل
وأحسن، شفت كيفاش؟ وأحب وأقربكم مني منزلة يوم القيامة، أحسنكم أخلاقا، أفضل الناس أنفعهم للناس. فهمت كيفاش؟ شوف الآن، غير خير وأفضل وأحسن، تسمى أنت راح تولي بالأخلاق أفضل من هذا. وهذا الدليل اللي قال عليه النبي عليه الصلاة والسلام، قال إن الرجل لا يبلغ بحسن خلقه درجة الصائم بالنهار القائم بالليل. تسمى شوف الأخلاق وترفدك، يعني دير ملح في بالك بلي باب فضائل الأعمال في الأخلاق أفضل من العبادات. إحنا واش نديرو؟ فضل الراتبة، فضل صلاة الضحى، حبس هذه دقيقة روح معايا هنا، شد شوف لي فضل كف اللسان، شوف لي فضل ماذا نفع الناس، شوف لي فضل بر الوالدين، شوف لي فضل الإحسان إلى الجار، زيد شوف لي معهم هذا، وتشوفش غير هنا. إحنا واش ندرنا؟ هادو ملاح الضحى، قيام الليل، كذا، ما شاء الله، مش عايزين طلب منا. كاين هنا تاني فضائل الأعمال، وهادو ما يرجعوك خير من هذوك الناس. شتي هذوك اللي يعبدوا هنا كامل، أنت ديرهم هادو، بصح كون تروح لهنا حتولي خير من هادو، خاطش هادو واش فيهم؟ فيهم أفضل أحاسنكم أخلاقا، خيركم خيركم لأهله. شفت كيفاش؟ غير التفضيل، شو غير المخير تاع المخير. هنا في المعاملات، بصح في العبادات تدي الجنة، عندك أجر، عندك كذا، يكفر عنك سيئة، يعطيك مليون حسنة، عندك مليحة. بصح لو كنت زيد طلع هنا تشوف روحك كيفاش ترتقي. حنا واش درنا؟ واللي يشوفوا هنا الفضائل، وهنا شكون يشوف فيهم؟ هذا هو الصح. دليل على ماذا؟ على أن قيمة الأخلاق في ديننا أفضل. لماذا؟ لأن الأخلاق هي عبارة عن خير متعد، وأما العبادات تنفع في روحك برك. أنت كي تعبد ربي راك تنفع في روحك. حنا واش نديرو بيك؟ حنا واش نديرو بيك؟ أنا عايشين معاك، كي أنت إنسان تعبد ربي تصلي وكذا والنار وتروح خلاص ما شاء الله. حنا واش درنا بيك؟ ما نفعتناش. تعرف وقتاش نفعنا؟ بشاشتك، ابتسامتك، وقوفك معانا، خيرك للناس، تكف شرك على الناس، تعاون إنسان كبير، ترفد مع واحد العفش تاعو، أي حاجة، أي حاجة تنفع بها الناس. هنا حنا نشوفو الإسلام تاعك نشوفوها. أما عبادتك وحدك راك تنفع في روحك، ربي يعينك ويثبتك ما شاء الله، وحاجة مهمة ومطلوبة ولازمة. بصح الآن نقول لك أنا بلي المسلم وقتاش يولي خير وأفضل وأنفع وكذا، كي يروح لجانب المعاملات يولي يرتقي. إنسان ما شاء الله يعلم، خيركم من تعلم القرآن وعلمه، خيركم في علمه ماشي في من تعلمه. اسم خيركم، خيركم أفضلكم أحسنكم أقربكم، كامل في المعاملات، دارها غير في المعاملات. والأخرى لك كذا ولك كذا ولك كذا ولك كذا، مليحة. بصح وشنو؟ شوف الخير وراه، هذه باش تعرف قيمة الأخلاق. احنا لازم نعظموا قيمة الأخلاق في ديننا، نعرفوا بلي ديننا دين أخلاق، ماشي دين تحمد وروح صلي وطافع منا وبعد قاري طوموبيل هنا دير هنا دولو صباط وداش، ونحسوا بلي رانا عايشين في هماج. شغل رمضان يجي المسجد تعمر وبعد تولي مشاكل كبار، شغل يتعبوا الناس في رمضان على سرقة منا وهذاك حوزوه وبعد ضربوا زوج على البلاصة في الصف الأول، وبعد الآخر واش يهضر معاه واش يصلي هنايا بدل الجامع كذا. تفيق بلي كاين خلل، تفيق بلي العبادة تاعنا مخصوصة حاجة وهي المعاملة. تسمى ديننا راه مغشوش، خصنا حاجة، خصتنا حاجة وهي أننا نكمل ديننا بأخلاقنا، هذه مهمة. ونقول لك واحد الكلمة، كاين الأخلاق هذه بلا مزيدنا تسمى دراع، ماشي تحاب ولا مش حاب، ماشي مبصر. شغل أنا عبدت ربي دوك نحب نزيد الأخلاق لما نزيدهاش، لازم متكاملين، لازم تسمى ما تدخلش الجنة لو كان أخلاقك ما تكونش مليحة، راح تولي مفلس، نسأل الله يعافينا ويعافيك. ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم شوف ينطلق في عبادة الليل، يقوم الليل، وهذه من أسرار الدعاء عند الرسول عليه الصلاة والسلام، برك احنا ما ننتبهوش. شوف النبي صبح ينطلق دعاء الاستفتاح في قيام الليل عبادة. الدعاء واش يقول؟ اهدني إلى أحسن الأخلاق لا يهدي إلى أحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت. بدا باش بالأخلاق، ثم حب يعطينا رسالة بأن هذيك العبادة تاع الليل هذيك قيام الليل هذاك لازم يكون مخلط مع الأخلاق، البحث عن الأخلاق لازم يكون. ومنين يجون الأخلاق تاني؟ يجون الأخلاق من حاجة مهمة، كاين حاجة العلماء يقولوا لو كان الإنسان يطبقها تتحسن أخلاقه. وش هي؟ أن أنت معاملتك مع الناس
هي عبارة عن معاملة مع الله. أنت تشوف الناس تقول لك صح هو عيان، هو عيان، هو قلقني، لا لا هذاك هو مشي، هو أنت تعامل مع الله، أنت ما تشوفوش هو ديرو ترانسبارو، تعامل مع الله، قل هذا عبد من عبادك مخلط في راسه يقلق ماشي ناس ملاح، بصح انا نتعامل معاه ناس ملاح لاني نتعامل مع الله ماشي معاه، لازم هكذا بهذه الطريقه، لازم تتقي الله في الناس مهما كان حاله الناس. بصح تقول لي انت لازم نتعاملوا بالمثل، المعامله بالمثل ليست من الاخلاق نهائيا، ما عندناش حنا في ديننا، ما عندناش هذيك شو هو مزير وجهه انا زير وجهي، ما يهدرش معايا ما يهدرش معاه، ما عندناش حنا، ما كاش حنا عندنا فائده الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميم، حنا عندنا هكذا، عندنا خيركما او قال خيروهما من يبدا بالسلام، عندنا هكذا حنايا، ما عندناش. قال له يا رسول الله ان لي رحما يقطعونني واصلهم، قالوا كانما تسف في وجوههم الملل، قالوا النبي عليه الصلاه والسلام هذاك الناس قالوا عندي عائله انا نوصلهم نقول لهم السلام عليكم وهاك ونعطيهم كذا وما قاطعيني ما يجونيش، ما قالوش النبي عليه الصلاه والسلام ولله العزه ولرسوله وللمؤمنين، لازم تكون عزيز، عز روحك ما تدلش نفسك، المؤمن ما يدلش نفسه، ما تلبسش روح عندهم، هكذا احنا نديرو، احنا نجيبو واحد النصوص هكذا ونديرو الانسان العزه ربي ما يحبش واحد من دون، وبعدها شكون ما لقيش عليه السلام خاطش ما لقاش عليه السلام، شو نخلطو ونديرو واحد الروسات هكذا ونديرو كيما نحبو احنا، ماشي هكذا الدين، الدين انت كرامتك وكذا تخضع الى دين الله، دبر راسك راك تعمل مع ربي، الله غالب هو ما يحبنيش ما نحبوش ويقول له السلام وما يردليش نقول له السلام، الله غالب توجع بصح ربي قالنا هكذا، الاخلاق الطريق تاعها توجع، شفت هذيك اني صايم اني صايم، روح طبق هذوك مع شعب الجزائري، شفت اني صايم اني صايم، روح دوك انا نخليكم نروح راح نعيشها من بعد في لوطوروت قبل المغرب، تسمى في قبل المغرب واحد نص ساعه روح قول له اني صايم اني صايم، يغبروك ينحوك الدنيا، تسمى لازم لك قوه كبيره، انا نقول لهم الحق لدرجه الاخلاق لله لله، خلاص هذاك العباده كمل معها، تسمى ساهل، لانه الاخلاق حاجه كبيره، مجاهده للنفس صعيبه، تقدر تصبر على الفاحشه ما ترتكبهاش، وما تقدرش تصبر على واحد باش ما تردلوش، صعبه جدا صعبه صعبه، واحد يسبك بيماك، واحد باختك، واحد كذا، صعب مش سهله، صعبه صعبه، لانك تقول بعد اني صايم اني صايم، يقول لك هذا واش بيه واش شرب كاشي، شنو سب فيه هو اني صايم اني صايم، شنو ماهوش يفهم واش يسمع، تسمى تخيل انت صعبه، معناتها شنو راح ترد رد الفعل، صعيب جدا باش تصعب يعني تصبر لله، ولكن منين يجيك هذا؟ ان معاملتك مع الله، شوف قال ربي في الحديث القدسي، اي عبدي مرضت فلم تعدني، يقول العبد كيف تمرض وانت الرب؟ قال له مرض عبدي فلان فلم تعده ولو عدته لوجدتني عنده، معناتها حب يقول لك ربي روح عند فلان معناتها جيت عندي، معناتها كيف تتعامل مع الناس معناتها تتعامل معايا انا، اذا انت واش دير؟ الوجه ربي برك، تسمى الوجه ربي، قال هذاك خويا ماهوش يزورني روح ليه معليش لله سبحانه وتعالى، هذاك ما حبش يهضر معايا نهضر معاه نخمس معاه نرمي يدي عادي ونخمس معاه ماشي مشكل، بصح هو هذاك الانسان انت ما تشوفش فيه، تخش بلي دوك هنا حس روحه بلي هو الفوق على تحت، انت تعامل مع الله مباشره باش تبدي هذيك الكبيره مجاوره الرسول صلى الله عليه وسلم في الجنه، شي سهله تسمى انت وليت كيما النبي عليه الصلاه والسلام في الاخلاق باش كنت كيما هو، تسمى هو كان متخلق قال ربي عليه وانك لعلى خلق عظيم، تسمى وانت تروح بالقباحه تجيبها معاه، تسمى انت لازم تولي ثاني على خلق عظيم وبهذا الاخلاق يوم القيامة يقال لك ارتقي حتى تجيبها مع الرسول عليه الصلاة والسلام، نسأل الله يجعلنا وإياكم من أهلها. إذا شفت الآن قيمة الأخلاق. الأخلاق هي معاملة مع الله ماشي مع العبد، العبد ما تستنى، ممكن تدير الخير ويسبوك. ما تستنى من الناس. والأمر الآخر اللي يخلينا نتحسن أخلاقنا هي معاشرة الناس ذوي الأخلاق الحسنة. ولا بأس أنا نقول لك شوف لا بأس. احيانا بعض الناس يسافروا ربي يكتب لهم يسافروا تجار ولا سياحه ولا يسافر ولا يقرا وشافوا ناس ولا في الحج وشافوا الناس
كيف يتعاملون. تروح انت للناس ماليزيا اندونيسيا تشوف اخلاق العباد في اسيا، تشوف كيفاش المسلمين متخلقين، تقول هذه مقارنه، شفت المقارنه، تقول شوف هادو كيفاش يتعاملوا، شوف هنا هما 200,000 حاج يبنوا زوج، وحنايا 30,000 حاج يبنوا 50 مليون. سما شوف هما 200,000 ما تفيق لهمش نهائيا، يجوا يريحوا شهر ونص في الحج، تربيه واخلاق وكذا. في الحج هو الانسان هذاك من ماليزيا ولا اندونيسيا ولا دول اسيا قاعد والضيق، ونجو حنا الجزائريين واش يديروا؟ نقولوا دير لي بلاصه، دير لي بلاصه، ندخلوا في وسطهم. واش يدير المسكين؟ يدير لنا ويضيق روحه ويخليك تصلي بيه تاعك، تصلي انت هكذا مفتوح، هو هكذا يريح. هو شحال عنده؟ زوج سوايع ملي جا، وانت هذاك وين جيت روطه وراح تصلي في الصف الاول. وهو عنده شحال من صباح هو تما، وعادي ما يحسدك ما والو. تروح عند خاوتك الجزائريين يشوفك من بعيده كاين لي تاع، غير يشوفك جاي يضيق، باش ما كاش تسمع غير ما كان ما كان كاع يخليك تهدر، سما يبعث لك الميساج من بعيد. سما شوف كاين واحد الفرق، انا نحب نقارن ماشي باش نعاير ولا، نحب نقارن باش نفيق بلي رانا بعاد، نفيق بلي ما رناش بعاد. سما في اخلاقنا لازم نسقموها، وسهله تتسقم، ما تقولش ما يتسقموش الناس، والله غير يتسقموا. كاين الناس كانوا فيها حاله كبيره كبيره كبيره، والحمد لله وخلوا مخدرات وكذا، وراهم يصلوا معنا في المساجد من احسن الناس اخلاقا، دائما نصنفوهم احسن الناس اخلاقا في الحي دائما. وين كانوا يكسروا السيارات نتاع لابوليس ويسبوا الناس ويديروا ويتعدوا على بنات الناس، درك راهم يصنفون من احسن الناس اخلاقا في المسجد. يعني شوف الانسان يتبدل، ربي كاين واحد النور يشعله لك في قلبك تتغير 360 درجه، تبدل نهائيا كاع. ولذلك الان لازم نفهموا باللي المقارنة كي نعيشو حنا ما نقعدوش مغلوقين، شوفوا أخلاق الناس. شوف أنت كي تشوف باللي تشوف غير المستنقعات تولي تحس روحك مليح، بصح كي تشوف ناس راهم مستوى عالي في الأخلاق. لو كان تروح مسجد تشوف مسجد، ودوك عطانا ربي هاد الوسائل تاع اليوتيوب وكذا، شوفوا تفرجوا. تروح مسجد في إندونيسيا ولا ماليزيا وتشوف باللي الناس كي يدخلوا يحطوا لي زيطاجير، يحطوا التليفونات، التليفونات محطوطين في لي زيطاجير. سما انا كنروح ندي سما التليفونات محطوطين، وحنايا دوك الصباط لازم تقول الامام حصل يديروا معك في المحراب يرحم بابك، لازم له كفر فور ويديوه. سما دوك انت تخيل ما الصباط تكملوا معاهم خلاص ما يحكوش عليهم. سما دوك هو التليفون يحطوا عادي مش مشكله، ولا رحت مشيت حاطين الناس الهواتف نتاعهم عادي يتشارجاو، قلت انا الهواتف التواج عادي محطينهم دايرين واحد المكان يشارجوا فيهم التليفونات، اللي يجي يحط التليفون نتاعو يروح كذا. قلت والله غير السور يكونوا دايرين كشكاما، رحت لقيت التليفون ترفدو تنحيه تديه عادي، تديه بيه بشارجور كاع. سما عادي ما عندهمش مشكله، شوف الناس ارتقت، شوف الارتقاء عندك، الارتقاء يولي يخليك انسان عادي. شوف نعطيك انا مثال، كاين مساجد يحطوا مثلا، شوف نعطيك مثال، تحط قرعه تاع الناس يوالفوا الناس، يوالفوا يعني طولها كيما يقولوا في تربيه الناس، تربيه الجموع يسموها، تربيه الجموع او توجيه الجموع، كيفاش تربي الاماكن العموميه تربي فيها الناس. يقول لك يعيطوا لها لا ليكتور دو سيت، كيفاش يقرا الانسان المكان. شوف الان حنا نعطيك مثال، حنا هذه من الاخلاق. شوف الان حنا كي دير مسجد وتحط فيه لي زانتيريبتور على اليد، والتواقي يتفتحوا يغلقوا، يقولوا الناس كامل يدخلوا روحهم، كامل الناس يدخلوا روحهم. لو كان تجيب لهم تيليكوموند تاع كليماتيزور تحطها في الدخله، اي انسان يجي يقول لك او شحال 23 ولا لا دير 16، ما يجي واحد اخر 16، شكون اللي حب يقتلنا 25؟ سما واش يديروا الناس؟ شغلك تقول لهم انت يا اسمعوا لي حب يزيد ينقصها وليك. بصح لو كان تدخل الحرم كاش نهار واحد فيكم دخل الحرم قال ما اسمع شو قال نقص لنا شويه هذا ما كاينش في ذهنيتك انت ملي الحرم هذا راه سونتراليزي كل حاجه يتحكموا فيها من بعيد ملي انت بعد ما يقولوا لك انت ما تدخلش روحك صلي وسكت شو قالوا هاك بلا 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 ما سمعتها شو الموقع قراها لك المسجد هو قراها لك عندك كي دخلت قريتها وحدك بصح كي تدخل وتشوف كل حاجه على يدك
تولي انت يقولوا لك شنطه تحكم حل الطاقه غلقها خبطها قول لهم لا ما تغلقوهاش واحد يقول لك حلها كل واحد كيفاش يدير منا تجينا الاخلاق سيئه من نوع ما تفهموش بيناتنا وعند دائما نعانيو مازلنا مع نفس الحكايه دائما نفس الحكايه دائما نفس الحكايه هما الناس هكذا يربون يربون الجموع جموع الناس وبعدين نروحوا الى القناعه الخاصه كل واحد وقناعته كل واحد والضمير تاعو ما نقدرش انا نروح اكرمكم الله نحيي ظفري ونخليه محطوط في الجامعه ما نقدرش شغل عندي هوايه الظفر نحيه غير في الجامعه شغل غير في الجامعه تجيني انت على ظفري ونخليه مرمي في الجامعه ونروح ما نقدرش شغل هذه شغل مستوى ما نقدرش نحط عليه نعم سلام اذا شوف الان كل هذه الشعوب التي نرى فيها اخلاق طيبه مليح نقارنوا نفوسنا نقارنوا نفوسنا باش نفيقوا بلي احنا لازم نتسقموا لازم نشوفوا سيارات داكشي نحطوهم والاماكن كذا كل حاجه وين باش يولي الانسان كما يقولوا مسؤول اش مسؤول كل واحد يحس بالمسؤوليه كي كل واحد فينا يحس بالمسؤوليه نحيو شحال من مشكل من الاداب والتربيه السيئه التي انتشرت في مجتمعات المسلمين ماشي غير حنا كاين مجتمعات نسال الله السلامه والعافيه كون تروح للعراق وتروح الاماكن تشوف حاجه اخرى تقول حنا رانا ما شاء الله ولكن المقارنه مع الشعوب الطيبه شيء طيب هذا مهم جدا نعطيك امر اخر وهو الرفقه الحسنه الرفقه شوف كاين الناس تدور معاهم يعلموك اخلاق وكاين الناس تدور معاهم ينحيوا لك الحياه وينحيوا لك كل اخلاق لان الحياه اول حاجه تؤثر على الجامعه ولذلك الرسول عليه الصلاه والسلام مش قالنا قالنا ان لكل دين خلقا وخلق الاسلام الحياه وهو الحياه هو الربطه خليك شحال من حاجه تبغي ديرها استحياء من الله تقول عيب اشتري كلمه عيب هذيك هي الحياه اللي كنا نسمعوها بكري تقول المراه تشوف بنتها صغيره طفله صغيره قاعده عند كبرك تقول لها عيب لمي رجلك اشتري عيب لمي رجلك هي الطفله هذيك صغيره عندها 4 سنين 5 سنين اسمها ماشي حرام عليها ماشي حرام بصح كلمه عيب هي عباره عن زرع للحياه تقولوا عيب هذا ما تزقيلوش هذاك نزقيل نقدر انا نزقيلو جمال هو في عمره 90 سنه نزقيلو جمال سامي حلال ياك بصح هذا خويا يجي واحد يقول لي عيب عيب واحد في عمره 10 سنين يعيط واحد 90 سنه جمال يعيط له عمي جدي كذا فلان عيب تسمى شفت كاين امور ماشي مساله حلال وحرام كاين مساله امور حياء الحياء كما قال النبي عليه الصلاه والسلام استحيوا من الله كما يستحي احدكم من الشيخ الكبير الحياء واش يدير يربي فينا واحد الضمير ضمير ضمير نقولوا حنا نستحيو نحط القمامان عيب على بالي واحد ما شافني وعلى بالي بلي واحد ما انتبه بصح انا دوك نجوز من ما لقيتش نرميها في الدار نرميها طاحت لتحتها خلاص واحد ما شافني بصح انا مرتاح الضمير تاعي ما يرتاحش سما الان وكان عندي الضمير يخليني ما نرميش اصلا اذا شفت كي يغيب تولي دير واش حبيت شنو كل الناس اللي يعيطوا وين جات يقول كلام فاحش وين جات يرمي القمامة وين جات يحط سيارته وين جات شنو هذوك الناس هذوك نزع منهم الحياء يلبس واش جات هذو ما نزع منهم الحياء النبي عليه الصلاه والسلام قال ان لم تستحي فاصنع ما شئت دير واش حبيت مادام الحياه راح لك واش ندير لك انا اذا الان النبي عليه الصلاه والسلام اعطانا مربط الخير الذي يؤثر على بعضنا البعض الحياة هذا باش كل الحياة الرفقة هذاك الصاحب النبي عليه الصلاة والسلام قال واحد ينصح أخاه قال له ما تجيش تحي قال له نحي الحياة واش بيك تحشم أنت الحشمة تهلكك الحشمة قال له النبي عليه الصلاة والسلام دعه وخليه قال له دعه فإن الحياة لا يأتي إلا بخير لأن الحياة حاجة طيبة في الإنسان ممكن الحياة تلحق لدرجة من الحياة أنك تسمح في حقك بصح عمرك ما تخسر يعني دير في بالك بلي كاسب قيمة كبيرة في الحياة ولهذا الجماعة كي تدور مع الجماعة شحال من إنسان يقولوا يا هادي ماشي تقولها عادي نورمال راح قول له ما كاين والو وبعدين تولي تشوف إنسان في جماعتك اللي ما يستحيش فيهم كامل يقول لك شوف نورمال نروح عندك نقول له هذيك عادي نورمال دوك نروح نسبه شوف أنت تبدا تلفت وتروح دير كيما هو وهذه مذكورة في القرآن مذكورة في القرآن شوف قال ربي سبحانه وتعالى فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه
فعقروها فدمدم عليهم ربهم فسواها ولا يخافوا عقباها. هذوما الناس اللي نظروا للناقه ذبحوها. عباكم شكون الاول اللي يفتح لهم الباب؟ اشقاها قال الله عز وجل. اشقى القوم، اشقى القوم واحد فيهم اللي ما يستحيش كامل قال لهم انا ندير لكم كوراج، هذه خفتوا منها ربي قال لكم ما تقتلوهاش، انا ندير لكم كوراج، ناضوا كامل. تسمى دير في بالك بلي كاين عندك واحد في الجماعه لا كان ما يستحيش راح ينحي لكم الحياه كامل. هو منو تدخل الغيبه والنميمه والهضره على الناس كذا تولي انت ما تستحيش، تولي دير كلش وتنحي الحياه وتنحي الاخلاق من عند انسان ربما هو يفسد كل الجماعه. بسبب ماذا؟ عدم وجود اخلاق طيبه فيها. ومن احسن شيء الذي نختم به وهو اولى الاشياء كامله ان كل حاجه نحبوها نطلبوها الصلاح الخير العافيه الهناء الصحه الاخلاق اي حاجه خزائنها عند الله. اي حاجه ربي عز وجل قال وان من شيء الا عندنا خزائنه. اذا اول حاجه نديروا كما دار النبي عليه الصلاه والسلام، اللهم اهدنا الى احسن الاخلاق، لا يهدي الى احسنها الا انت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها الا انت. اذا احنا عندنا حاجه ندعو الله عز وجل ان يحسن اخلاقنا. الدعاء ادعو الله دائما هذا الدعاء حفظوه في دعاء استفتاح قيام الليل، حفظوه وادعي ربي به دائما. عسى ربي عز وجل يهدينا الى احسن الاخلاق. اذا هدانا ربي لاحسن الاخلاق راح نعيش حياه طيبه امنه مرتاحين. والحاجه المليحه كامل اننا راح نحافظوا على الحسنات نتاعنا. العباده تخيل شحال تعبنا وشحال مشينا في العباده ومن بعد يدوها ناس اخرين. يعني احنا باش نحافظوا يعني ضروري اننا نرجع الى الاخلاق الحسنه ونعاودوا نسلموا اخلاقنا الطيبه تعاود ترجع في المجتمع المسلم حتى نقدم صوره طيبه. وعلى بالكم بلي الاخلاق الحسنه هي تعتبر دعوه الى الله. الكفار يدخلون الى الاسلام باخلاقنا باخلاقنا. حنا شوف دركا ما عندناش اخلاق رانا نقدموا فيها مليحه، مع ذلك راهم يدخلوا الاسلام. تصوروا كون جينا حنا ندوا حاجه مليحه كرام يدخلوا في دين الله افواجا. ولذلك الان في فرنسا قصه عشتها انا عشتها. انسان مسلم بصح انسان ما واش تاع الصلاه بقوه وكذا واش متربي يسكن في الطابق الارضي، وامراه عجوز 93 سنه تسكن في الطابق العلوي الفوق الطابق على طابق عايشه وحدها. هذاك الانسان يشوف العجوز هذه تهبط تروح تشري وتعاود تولي دائما يلاقيها يقول اعطيني انا نرفد لك هذوك القضيه يطلعها حتى الفوق. كل مره تلاحظ منه هذا الامر. قالت له نسالك سؤال، علاش انت دائما تعاوني؟ يعني اعطيتك دراهم حبش تشد يعني قلت لك خلي قلت لي لا علاش دائما راك تعاون فيا؟ شكت المراه هذه 93 سنه تصور. قال احنا ديننا هذا الدين تاعنا يحب يعاون انسان كبير كذا، عيب نشوف واحد كبير هذا وعيب نشوف واحد كبير واقف احنا قاعدين في الحافله وحنا قاعدين عيب ما نقدروش، شو الحياه تاعنا ما يسمحلناش، ديننا ما يسمحلناش. قالت له هذا الدين هذا راني حاب ندخل فيه. قال انا والله غير خاطيني المسجد وكذا. قال بصح عندك الامام، داها الامام في صلاه العصر بعد العشاء ماتت. اسلمت بعد العصر. صلاه العصر المغرب العشاء ماتت. سما وسببها مش الامام، هذاك الانسان المتخلق، يعني المعامله ديرها انت. انا كنت نمشي في الكوفيد تما في باريس، كنت نمشي لقيت عجوزه طايحه، لقيتها طايحه. شوف لقيت غير رجليها مسكينه في السماء كبيره 94 سنه ولا رافد القضيه وطاحت بها بالقضيه، جات تقعد ترتاح ولات اللور والدنيا خاليه والثلج. لقيت المراه هذه طايحه، رحت رفدتها رفدت لها القضيه تاعها كذا ومشيت معاها شويه. قالت لي شو قالت لي انا صرات لي، قالت لي جازوا عليا كامل الناس البك البور الكوفيد تموت ما يمسكش، يجوزوا دايرين الماسك هذاك تقول انا في عالم واحد اخر كامل ماشي بشر. قالت لي جازوا عليا كامل الناس لي كيما انا يعني القور وحنا مسني. قالت لي انت كيفاش يعني كان عندك الكوراج جيت مسيتني كذا؟ قالت لي دينكم دين مليح وراحت مع ما شاء الله تكون اسلمت. سما قالت لي دينكم دين مليح. سما شوف تخيل هذه معامله خفيفه برك
لقيتها واجب انا عندي بالنسبه لي ما درت والو اي انسان يديرها سما ما رفدتها عاودتها رفدتها قالت ما قدرتش تولي تخيل انت ويشوفوا فيها انا قدامي نشوف الناس يطلوا داخل الجنينه هكذا يطلوا شو المراه طايحه في الحشيش هكذا يشوفوا عليها ويكملوا عادي ويدخل لهم يسلكوني والله واحد ما على بالي سما تخيل هذو من الكفار كل واحد يعيش نفسه كي شفت المسلم اجتماعي المسلم يحب يعاون يحب كذا قالت لي دينكم هو المليح قالت لي الدين تاعكم شوف اجتماعي يعاون الناس كذا سما تخيل كل حنا كامل رانا ما شاء الله ورغم انه حنايا سما كثير من الناس ماشي كامل يروحوا تما يسرقوهم يديروا كذا ومع ذلك ما يدخلوا في الاسلام تصوروا كنولوا حنا تربيه واخلاق وامانه وكذا والوفاء بالعهد وكلمه وما شاء الله كذا نعودوا ماشي طريق مليحه نعودوا ما كنا نديروا دروس وحدهم يدخلوا في الاسلام وحدهم يقول لك ها الدين صحيح ونسال الله يهدي سبلنا ويغفر ذنوبنا وان يديم علينا عليكم الستر ويتقبل منا ومنكم الصلاه والصيام والقيام وان يطيل علينا الاعمار في طاعته والله اعلم والحمد لله رب العالمين.